اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنقول لكم مرحبا بكم في هذه الحلقه الزوينه الجديده الظريفه الغزاله. قبل الميكه ديالتها كنقول لكم تفرجوا في الحلقه من الاول حتى الاخر، غتفرجوا. ما تنساوش ديروا لنا لايك، ما تنساوش ديروا لنا البارتاج، ما تنساوش تخليوا لنا الكومونتيرات. كومونتيريو كومونتيريو الاخوان، انتم كومونتيريو ليا، انتم ما كنبغيوش تكومونتيريو ليا، وبارطاجوا لنا الفيديوهات. ومرحبا بكم، وانتم راكم عزاز، راكم في القلب، حق مهول انا راكم في القلب. وبهاد المناسبة ديال 8 مارس كنبغي نقول للعيالات كاملين والدريات كاملين، راكم ضريفات وانتم راكم عزاز علينا، وحنا راه من الواجب علينا اننا خاصنا نتهلاو فيكم، وحنا خاصنا نكرموكم، ماشي بالعسى، لا، نكرموكم بالمحبة بالمودة بالتيقان، نعطيكم التيقان ملي تكونوا غاديين في الشارع، ما نتبسلوا عليكم، ما نعايروكم، ما نهسروكم، ما نقول لكم حتى شي كلمة اللي تقلقكم. حق مولانا، انتم راكم هما الكل في الكل، والله العظيم الا شكون ما كانوش العيالات ما غيكونوش الرجاله، كون ما كانوش غيكونوا الرجاله ما غيكونوش رجاله. المهم كنبغي نقول لكم تحياتي لكنا جميعا، وبارطاجيو لي الفيديو ما كاين عق راب الرعب. قالت له ماذا ستهديني في عيد الحب؟ قال لها أنا لا أهدي أحدا، ولكن الله يهدي من يشاء. أتبلوكيني حيت تخطبتي ولا تزوجتي بالنسبة لي عادي، ولكن تبلوكيني حيت بديتي كتسلي، كنبغي نقول لك سيري الله ياخذ فيك الحق على لما لي قرعة ديال الشرابو. المغربي الى صيفط لصحيبته 5 دراهم روشارج كيقول ليها مازال باقي غادا تعيش معايا في الرفاهيه. عندي حبيبي كيبغيني وعمرو ما يتخلى عليا. هاد النوع ديال العيالات خاص اللي يصرفق جد بوها حتى التفلاشه. من الحب وداك الشيء، عمرك زلقتي في الحمام تجوفك منك سطولة؟ الفرق ما بين الزوجة الفرنسية والزوجة المغربية، الزوجة الفرنسية كتقول راجلها شيري، والزوجة المغربية كتقول راجلها شريلي. دابا تخيلي معايا يجي خطبك وفي وقت الغدا ملي تحطوا الغدا تصوري معايا يقول لامو عافاك قطع عليا شي الحيمه راه جاتني سخونه غتحرقني في صبعاني. هذا واحد السيد مات، العائله ديالتو جابوا الطلبه بقاو يقراو ويقراو ويقراو حتى كملوا 60 حزب، ما كاين لا عشاء لا اتاي لا والو، عاودوا قراو 60 حزب اخر والو، العائلة ما حطوش العشاء، بقاو الطلبة كيهضروا مع العائلة ديال السيد اللي مات، واحد شوية وهما يسولوهم، باش مات هاد السيد مسكين؟ قالوا ليهم مات غا بالجوع. البنت المغربية ملي كتصيفط لها انفيتاسيون في الفيسبوك، أول حاجة كدير كتمشي تقلب تساور كي لا عجبوها غدا تقبلك، ما عجبوهاش كتبقى مع خوتنا حتى كتزقان. المغربية ملي كتشوف شي راجل كيبكي كتقول ليه بغيت لك غدل راجل ويبكي، اما ملي كتشوف شي ممثل في شي مسلسل تركي كيبكي كتقول لك شوف شوف الرجال اللي عندهم احساس. هادي واحد البنت زايده في 2005 مشات تعزي صاحبتها في بوها مات وما عرفتش باش تواسيها، هي تقول ليها ما تعمريش راسك بيه.
هذه واحد المرأة مات ليها الراجل عدها ومشات معاهم في الجنازة، بقاو غادين غادين توصلوا النص في الطريق وبدات كتضحك كتضحك، وما يقولوا لها انت علاش كتضحكي السيد راه ميت انت كتضحكي، قالت ليهم لي اول مرة كنعرفو من غادي. هذا واحد خينا ساركين على واحد الدرية، هو يقول ليها اكل شي زعر ولا غير الشعر واش الزين ما نتاحبوش، وهي تقول لي لا خويا اسمح لي انا راني لي زيبيانا، هو يقول لها كيفاش لي زيبيانا، وهي تقول لي انا راني كنتاحب عمال مال الدريات، هو يقول حتى انا لي زيبيانا. هذا واحد القائد ديال الطياره كان كيهضر في الميكرو شويه وهو يقول لهم يا ربي السلامة يا ربي السلامة الله 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 الله، كل شيء سقل في الطيارة، كل شيء ولا مخلوع وكل شيء ولا مرعود. واحد اللحظة هو يهدر الكابتن ديال الطيارة، هو يقول لي مسمحوا لي الإخوان راه المضيفة خوات لي القهوة على سروالي، نقز واحد من الركاب هو قال ليه الله يلعن جات تواصل أمك أنت وسروالك، كون شتي حنا سراولنا كيفزقوا عا بالخلعة. هادي واحد الدرية قالت لامها انت فينك يا ماما راني قلبت عليك في الدار كامله وما لقيتكش، قالت لها انا راني طالع على السطح نصرف الحوايج، وهي تقول لها الدريه المهمه ماما انا راني غادي نخرج نمشي نشم شويه الهواء الا بغيتي شي حاجه نجيبها لك معايا، وهي تقول لها امها هزي التليفون وصوني على الهواء قول ليه ماما ما خلاتنيش نشمك. بمناسبه 8 مارس راه قالوا لكم نساق حنا راعيين من الورد، بغاو بقع ارضيه اللي زرعوا فيها الورد. النصرانيه ملي كتبغي تجي توصف الخطيب ديالها حنين ادريف وكيبغيني، والمغربيه ملي كتبغي توصف الخطيب ديالها خدام وكيتخلص مزيان ومميته وما عندوش خواتاتو. قريبا في رمضان ستتخلى العائلة عن كلمة لا سهران حتى لدابا، لتتحول إلى بقى فيق حتى تفيقنا معاك للسحور، راه الدنيا غما صالحة. علاش غادي تعطيها الجاكيت ديالك وتبردتها؟ راه بإمكانك تعنقها وتدفاو بجوج في نار جهنم يا ولد الحرام، الله يلقيها ليكم. تراني عجبتني واحد البنت خدامة في فرماسي كانو، ولكن راه ما عرفتش فوقاش نمشي نهدر معاه، واش قبل الماكلة ولا من بعد الماكلة. عافاكم الله يرحم الوالدين اللي عدوا النمرة ديال شوف تيفي، راه واحد الكلب عندنا في الدوار ولدت 5 الجروات. هذه واحد المرأة تزوجات في واحد الراجل سقرام، كل نهار كيجيب لها غير الخبز والبصلة، واحد النهار زغبو الله جاب لها غير الخبز، وهي تقول لي وانت فين هي البصلة؟ قال لها يا العفيريتة ولفت السقاطة.